أنا اسمي الأب دوغلاس البازي، مسؤول مزار مار إيليا. هذا المزار هو تابع لإبارشية أربيل الكلدانية. هذا المزار سمي تيمنا بمار إيليا، واحد أشخاص المحلين مدينة عنكاوا اللي استشهد لأنه كان مسيحي ورفض أن يكون مسلم وقتل في نهاية 1800. في هذا المزار واجهنا في ليلة وضحاها أزمة خطيرة جدا، ألا وهي وفود أخوتنا من الموصل والقرى المجاورة لها، خاصة من قرقوش. في هذا المزار استقبلنا مدينة عنكاوا، استقبلت الآلاف مؤلفة من الناس. في هذا المزار حاليا موجود 215 عائلة، ونقدم الطعام ثلاث مرات لأناس، لثلاث وجبات ل 740 شخص. في هذا المزار الموجودين هم 95% من مدينة، من ناحية اسمها قرقوش، و 5% هم من الموصل وبرطلة. الناس الموجودين هنا إلى اليوم صاروا تقريبا 33-34 يوم، لكن السؤال هو إلى أي يوم راح يبقون، وهذا هو جدا صعب. اللي علينا احنا هنا نقدمه ككنيسة، وهذا هو واجبنا، أنه احنا نخدمهم قدر المستطاع، لأنه نحن كمسيحيين يسوع قالنا احمل الصليب، ما قالنا لحياة سعيدة وإنما قالنا لحياة صعبة. فلذلك ما نتذمر من حياتنا الصعبة حاليا، لأنه احنا تهيئنا لهالحياة في حمل الصليب. بالتأكيد ما هي سهلة، خاصة هذا الهاجس النفسي والخوف على الأطفال، وهل يا ترى هل عيشة في هالخيمة، هو جدا مؤلم، وخاصة يعني بعد أقل من شهر على أبواب شتاء، هذا أكثر هي مسألة جدا تكون فيها الألم خاصة والأمراض بالنسبة لأطفالنا. أتمنى أنه بالقريب العاجل هؤلاء الناس يستقرون في بيوتهم أو في أي مكان هم يرضون أن يكون يشوفون بيئة الحب والعدل، ذاك هو مكاننا. آمين.